السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا الدرس للصف الثالث ثانوي الفصل الدراسي الثاني في مادة الفيزياء 6 وموضوع الدرس حل مسائل وتطبيقات على كتلة الإلكترون. لذلك ستكون أهداف هذا الدرس كما يلي. حل مسائل تتضمن التفاعل بين الجسيمات المشحونة ونقصد بها الالكترونات او البروتونات والمجالات الكهربائية والمغناطيسية في انبوب الاشعة المهبطية او انبوب اشعة الكاثود. في بداية هذا الدرس سنأخذ القوانين المهمة التي سوف نستخدمها في حل هذه المسائل. سرعة الجسيم المشحون داخل انبوب تومسون يساوي المجال الكهربائي E مقسومًا على المجال المغناطيسي B. ونسبة الشحنة إلى الكتلة في أنبوب تومسون Q قسمة M أي نسبة الشحنة Q إلى الكتلة M تساوي سرعة الإلكترون مقسوما على المجال المغناطيسي ضرب نصف القطر ونحن نعرف أن كتلة الإلكترون قيمة ثابتة وتساوي 9.11 ضرب 10 السالب 31 كيلوغرام وكذلك كتلة البروتون قيمة ثابتة تساوي 1.67 × 10 والسالب 27 كيلوغرام أي أن كتلة البروتون أكبر من كتلة الإلكترون بفارق كبير جدا. نتذكر الآن ما هو أنبوب تومسون أو أنبوب أشعة المهبط. هذا هو أنبوب أشعة المهبط. يتكون من مهبط أو كاثود يوصل بالقطب السالب. ومصعد أو أنود يوصل بالقطب الموجب. تسرع الالكترونات بسبب فرق الجهد العالي بين المهبط وبين المصعد تاخذ سرعه كبيره بسبب فرق الجهد وتنطلق بهذا الشكل ويكون هنا شعاع الكتروني يصطدم بطبقه الفلوريسين ثم تضيء ونعرف اين صدمت الالكترونات تسير الالكترونات او الشحنات بخط مستقيم اي لا تنحرف لا للاعلى ولا للاسفل عندما متى عندما تتساوى القوتين القوة الكهربائية والقوة المغناطيسية كما ذكرنا سابقا. فإذا كان لدينا شحنة سالبة ومرت من هنا سوف تتأثر بالمجال الكهربائي. المجال الكهربائي لدينا هنا لوح مشحون بشحنة موجبة ولوح مشحون بشحنة سالبة. إذا مر إلكترون سوف يتأثر وينجذب إلى الأعلى. لكن هناك قوة أخرى سوف تؤثر عليه وهي القوة المغناطيسية الناتجة من المجال المغناطيسي. لدي الآن شحنة الإلكترون يتحرك يمين نطبق عليه القاعدة الثالثة لليد اليمنى، حيث تشير الأصابع باتجاه خطوط المجال المغناطيسي التي باللون الأخضر، والإبهام سوف يكون باتجاه اليمين أي اتجاه حركة الشحنة. إذا كانت شحنة موجبة سوف تتجه للأعلى بسبب القوة المغناطيسية، وأما الإلكترون سوف ينزل للأسفل بسبب القوة المغناطيسية، أي أن الإلكترون سوف يتأثر بالقوة المغناطيسية للأسفل، والقوة الكهربائية للأعلى. وعند تساوي القوتين كما ذكرنا سابقا سوف يسير في خط مستقيم اي لا ينحرف لا للاعلى مع القوه الكهربائيه ولا للاسفل مع القوه المغناطيسيه. اسال سؤال عن هذه النقطه الان ونقول تنطلق الكترونات من انبوب تومسون من اليسار الى اليمين. دفعت الان للاعلى. اي اللوحين سيشحن بشحنة موجبة؟ اي اللوح العلوي ام اللوح السفلي؟ لجعل الالكترونات تنحرف الى اعلى. لاحظ ان الالكترونات انحرفت الى الاعلى. الان اي اللوحين؟ اللوح العلوي ام اللوح السفلي سوف نشحنه بشحنة موجبة؟ الالكترون هو شحنة سالبة سوف يتجه للاعلى. اي ان اللوح العلوي مشحون بشحنة موجبة منجذب له. واللوح السفلي مشحون بشحنة سالبة وتنافر عنها أي أنه اتجه الأعلى البروتون سوف يكون اتجاهه بالعكس سوف يتجه إلى إلى الأسفل. عندما تكون اللوحين مش أحدهما مشحون العلوي مشحون بشحنة موجبة والسفلي مشحون بشحنة سالبة. لذلك الإجابة الصحيحة أي اللوحين سيشحن بشحنة موجبة؟ اللوح الذي سيشحن بشحنة موجبة هو اللوح العلوي. هذه هي الإجابة هي اللوح العلوي هو الذي سوف يشحن بشحنة موجبة. أذهب الآن لسؤال مشابه لهذا السؤال، لكن الآن سوف يكون عن المجال المغناطيسي. يستخدم أنبوب تومسون الموضح أدناه المجال المغناطيسي لحرف حزمة الإلكترونات. ما اتجاه المجال المغناطيسي لحرف الحزمة إلى أسفل؟ نريد أن نحرف حزمة الإلكترونات إلى الأسفل، الآن متجهة إلى الأعلى، نريد أن نقوم بإنزالها إلى الأسفل، ماذا نعمل؟ سوف نطبق مجال مغناطيسي، المجال المغناطيسي الآن أين سيكون اتجاهه؟ للداخل أم للخارج؟ أين سيكون اتجاه المجال المغناطيسي للداخل أم للخارج؟ سوف نطبق الآن نريد أن يذهب تذهب الشحنات للأسفل، أي نريد قوه مغناطيسيه باتجاه الاسفل. الان لدي هنا شحنات تتحرك عموديه على المجال المغناطيسي. نريدها ان تتاثر بقوه مغناطيسيه باتجاه الاسفل. ماذا نعمل؟ نقوم باحضار مجال مغناطيسي بي يكون باتجاه الداخل. يعني نستطيع ان نرسمه باتجاه الداخل على بشكل X اي انه باتجاه داخل الشاشه. ويكون اتجاه حركة الإلكترونات باتجاه اليمين أي الاتجاه الإبهام. نطبق القاعدة الثالثة لليد اليمنى نلاحظ هنا أن خطوط المجال باتجاه الداخل أي اتجاه الأصابع. الإبهام باتجاه اليمين أي اتجاه حركة الإلكترونات. القوة المغناطيسية إذا كانت شحنة موجبة سوف تكون خارج من راحة اليد. لكن المعاكس لها القوة المغناطيسية للإلكترون سوف تكون باتجاه المعاكس أي سوف تكون بالاتجاه الأسفل. لذلك سوف تتأثر الإلكترونات بقوة للأسفل عندما يكون خطوط المجال المغناطيسي باتجاه داخل الشاشة المقابلة لنا. لذلك ما هي إجابة هذا السؤال؟ ما اتجاه المجال المغناطيسي اللازم لحرف الحزمة إلى أسفل؟ سوف يكون باتجاه العمودي على الشاشة أو باتجاه الداخل. وعادة يرمز المجال المغناطيسي باتجاه الداخل بالرمز إكس بينما نقطة ودائرة باتجاه مجال مغناطيسي الذي يكون باتجاه الخارج من الصفحه او الخارج من الشاشه واذا تساوت القوتين يعني القوه الكهربائيه وقلنا قبل قليل انه اذا تساوت القوه الكهربائيه التي للاعلى مع القوه المغناطيسيه التي للاسفل سوف يسير بخط مستقيم الان نحل المساله على الكترون يتحرك بشكل مستقيم اي ان القوه الكهربائيه مساويه للقوه المغناطيسيه يقول السؤال تتحرك الكترونات خلال مجال مغناطيسي مقداره ستة ضرب عشرة أس سالب تسلا وكانت قد اتزنت بفعل مجال كهربائي مقداره ثلاثة ضرب عشرة أس ثلاثة نيوتن لكل كولوم نيوتن لكل كولوم هي وحدة المجال الكهربائي ما مقدار سرعة الإلكترونات عندئذ نكتب في البداية معطيات المسألة تتحرك الإلكترونات خلال مجال مغناطيسي مقداره المجال المغناطيسي رمزه بي ويساوي ستة ضرب عشرة والسالب اثنان تسلا وكانت قد اتزنت بفعل مجال كهربائي المجال كهربائي رمزه اي ويساوي ثلاثة ضرب عشرة أس ثلاثة نيوتن لكل كولوم ما مقدار سرعة الإلكترونات المطلوبة سرعة الإلكترونات أي أن المطلوبة هي ال قبل قليل قانون ال البي, البي تساوي ال قسمة البي المجال الكهربائي قسمة المجال المغناطيسي يساوي ثلاثة ضرب عشرة أس ثلاثة نيوتن لكل كولوم لاحظ هنا أن وحدة المجال الكهربائي نيوتن لكل كولوم نتذكر المجال الكهربائي هو القوة المؤثرة على شحنة الاختبار وحدتها كيو الشحنة قسمة سته ضرب عشره اس سالب اثنين لقيمه المجال المغناطيسي يساوي أو خمسون الف متر لكل ثانيه او الان نعد هنا رقم رقمين ثلاثه اربعه او خمسه ضرب عشره اس اربعه متر لكل ثانيه اي ان الاجابه الصحيحه هي الفقره ب نلاحظ ان وحده السرعه نحن نعرفها من الصف الاول ثانوي انها وحدتها متر لكل ثانيه لكن لدينا هنا مجال كهربائي وحده نيوتن لكل كولوم وكذلك المجال المغناطيسي تسلا اي ان نيوتن لكل كولوم قسمه تسلا تساوي متر لكل ثانيه اي ان نيوتن كل كولوم مقسوما على التسلة تساوي متر لكل ثانية بعد قليل سوف نتأكد هل هذه المعلومة صحيحة أم لا نحل مسألة أخرى يتحرك إلكترون كتلته 9.11 ضرب 10 واحد 31 كيلوغرام بسرعة 2 ضرب 10 أس 5 متر لكل ثانية داخل أنبوب أشعة المهبط عموديا على مجال مغناطيسي مقداره 3 ونصف ضرب 10 سالب 2 فإذا فصل المجال الكهربائي راح يسلك إذا فصل المجال الكهربائي الإلكترون مسار دائري نصف قطره R آل. الآن المطلوب فما مقدار نصف قطر المسار الدائري الذي سلكه الالكترون. نكتب الآن معطيات المسألة. نستفيد من كلمة الكترون أن شحنة الالكترون قيمتها ثابتة وتساوي واحد فاصلة ستة ضرب عشرة والسالب تسعة عشر كولوم. المعلومة الأخرى أن كتلة الالكترون ام تساوي تسعة فاصلة أحد عشر ضرب عشرة والسالب واحد وثلاثون كيلو جرام. بسرعة المقصود بها أن ال V تساوي اثنان ضرب عشرة أس خمسة متر لكل ثانية داخل أنبوب أشعة المهبط عموديا على مجال مغناطيسي كذلك هنا نستفيد من كلمة مجال مغناطيسي أن ال V تساوي ثلاثة ونصف ضرب عشرة أس سالب اثنين فإذا فصل المجال الكهربائي فما مقدار نصف قطر المسار الدائري؟ المطلوب الآر التي هي نصف قطر المسار الدائري نساوي القوتين بعضهما مع بعض الكيو ضرب البي ضرب الـ B تساوي الام ضرب الب تربيع قسمة الآر نختصر تربيع مع الب نريد الآر الآر تذهب للجهة الأخرى بطريقة المقص والكيو ضرب البي سوف تكون هنا قسمة لذلك الآر سوف تساوي الام ضرب البي بالطرف الآخر الكيو ضرب البي سوف تنتقل هنا وتصبح قسمة الكيو ضرب البي يعني أن الام ضرب البي تساوي الام تسعة فاصلة أحد ضرب عشرة والسالب واحد وثلاثون ضرب سرعة الالكترون اللي اثنان ضرب عشرة أس قسمة الكيو الكيو لدينا هنا الطرف الايسر واحد فاصلة شحنة الالكترون ضرب عشرة والسالب تسعة عشر ضرب البي البي لدينا هنا كذلك ثلاثة ونصف ضرب عشرة والسالب اثنان يكون الناتج ثلاثة فاصلة خمسة وعشرون ضرب عشرة أس سالب خمسة ما هي وحدة الآر نصف القطر وحدة نصف القطر متر ثلاثة فاصلة خمسة وعشرون ضرب عشرة أس سالب خمسة متر ننتقل كذلك إلى مسألة أخرى عبرت بروتونات مجال مغناطيسي مقداره ستة من عشرة تسلا فلم تنحرف بسبب اتزانها مع مجال كهربائي مقداره أربعة ونصف ضرب عشرة أس ثلاثة نيوتن لكل كولوم ما مقدار سرعة هذه البروتونات؟ نكتب معطيات المسألة مجال المغناطيسي مقداره أي أن البي تساوي ستة من عشرة تسلا فلم تنحرف بسبب اتزانها مع مجال كهربائي المجال الكهربائي الذي هو اي مقداره أربعة ونصف ضرب عشرة أس ثلاثة نيوتن لكل كولوم ما مقدار سرعة هذه البروتونات المطلوب V؟ البي تساوي المجال الكهربائي مقسوما على المجال المغناطيسي تساوي أربعة ونصف ضرب عشرة أس ثلاثة قسمة ستة من عشرة سرعة الإلكترونات أو سرعة البروتونات ستكون سبعة آلاف وخمسمائة متر لكل ثانية ممكن اكتبها بصيغة اخرى نقرب هنا رقم رقمين ثلاثة اي سبعة ونصف ضرب عشرة اس ثلاثة سبعة ونصف ضرب عشرة اس ثلاثة متر لكل ثانية قربنا هنا رقم رقمين ثلاثة ارقام هذا اختصار هذه هل ممكن ارقام تكون بسيطة سبعة الاف وخمسمائة لكن ممكن يكون الارقام اكثر من كذا لذلك نستفيد من تحويلها إلى الصيغة الأسية نلاحظ في هذه المسألة أن سوينا المتر لكل ثانية في المجال الكهربائي قسمة المجال المغناطيسي المجال الكهربائي وحدته هنا كما هي واضحة نيوتن قسمة كولوم مقسوما على المجال المغناطيسي ما هي وحدة المجال المغناطيسي تسلم سويناها بالمتر لكل ثانية نريد أن نتحقق من ذلك سنأخذ الآن سؤال لكي نتحقق من هذه المعلومة بين أن وحدات المجال الكهربائي قسمة المجال المغناطيسي هي وحدات السرعة نفسها نتذكر أن قانون القوة المغناطيسية F تساوي الـ I ضرب الـ B ضرب طول السلك القوة المؤثرة على هنا نيوتن والتيار الكهربائي امبير بينما المجال المغناطيسي تسلا وطول السلك يقاس بالمتر اي ان التسلا يساوي نيوتن مقسوما على امبير ضرب متر الان اوجدنا قيمه التسلا وكذلك وحده الاي هي عباره عن نيوتن لكل كولوم كما اخذنا قبل قليل وقانون البي يساوي الاي قسمه البي تساوي ال وحدتها متر لكل ثانيه وهي السرعه ال اي نيوتن لكل كولوم وحده المجال الكهربائي وحده المجال المغناطيسي هي التسلا نيوتن لكل كولوم الان هنا نيوتن لكل كولوم مقام البسط سوف ينزل ويصبح مقام لانه تسلا ضرب كولوم التسلا ماذا تساوي التسلا تساوي كذلك نيوتن الان التسلسل سوف نعوض عنها بقيمتها التي هنا نيوتن قسمه امبير في متر ضرب كولوم ويساوي مقام المقام راح يكون بسط نيوتن الان موجود هنا بالبسط بالمقام موجود نيوتن ضرب كولوم مقام المقام راح يكون بسط اي ان الامبير ضرب المتر راح يكون بالبسط نيوتن سوف نختصرها مع نيوتن يبقى لدينا هنا امبير ضرب متر لكل كولوم التيار الكهربائي هو وحده الامبير الامبير هي وحده التيار الكهربائي هو وحده التيار الكهربائي ويساوي الامبير كولوم لكل ثانية لأن التيار الكهربائي هو عدد الشحنات الكهربائية بالكولوم المارة خلال وحدة الزمن وهي الثانية لذلك الامبير يساوي كولوم كل ثانية الآن سوف نحذف الـ A في الـ ونضع بدالها قيمتها ما هي قيمة الـ كولوم لكل ثانية ضرب متر قسمة كولوم مقام البسط اللي هو الثانية راح يصبح الآن مقام هنا أي أن الكولوم ضرب متر راح يكون عندي هنا ثانية ضرب كولوم، الآن نختصر الكولوم مع الكولوم، يبقى لدينا هنا متر لكل ثانية. أثبتنا في نهاية هذا الدرس أن المتر لكل ثانية تكافئ وحدة المجال الكهربائي قسمة المجال المغناطيسي، وهي كذلك وحدة السرعة. مراجع الدرس للتواصل المزيد من الدروس على موقع عين أو الاتصال على هذا الرقم. أتمنى لك عزيزي الطالب وعزيز الطالب التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته